زابوري في تفسير قوله سبحانه وتعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، يقول علامات التوبة إجران أقوال وقرناء الشر ومجانبة البقعة التي باشر فيها الخطايا، وأن يكثر الندامة على ما مضى وسلف. ولكن لا أظن أن أحدا تواجدت فيه هذه الصفات وهذه العلائم مثل الحر بن يزيد الضياني. شوفوا هذا الشعور الأبدل بالإخوان إخوانا وبالأخدان أخدانا وبالبقعة بقعة. ثم أكثر الندامة إجا إلى الإمام الحسين يقبل التراب من تحت قدميه. خلكم معك على يقولون أنه جاء وقد نزل من على جواله وأقبل مسرعا إلى أبي عبد الله الحسين وهو منكس الرأس وهو يقول السلام عليك أيها المظلوم، السلام عليك أيها المخذول. هل لي من توبة وقد أرعبت قلوب آل بيت محمد؟ وإذا به يقول له إن تبت تاب الله عليك. وإذا به فعلا، وإلا أنتم تدرون إن دم الحر ليس بالأمر السهل، هو الذي أوصل الإمام الحسين إلى أرض كربلاء، هو الذي جعجع ببنات علي وفاطمة، هو الذي روع النساء روع الأطفال هو ومن معه. وذلك لأنه بينما الإمام الحسين في المسير وإذا بشخص من أصحابه قد هتف قائلا الله أكبر، التفت إليه الإمام الحسين قائلا كبرت كبيرا لما كبر؟ قال سيدي أرى نخلا. التفت من معه قالوا هذا الطريق لم نبحث فيه نخلة قط. شلون تكون نخلة؟ قال له الإمام أحد النظر شوية، قال نعم هناك سواد مقبل علينا. سيدي نرى خيل ورجال قد أقبلت علينا. المهم قال له الإمام الحسين اعدلوا عن الجادة قليلا، عدلوا يمينا عدل القوم خلفهم، عدلوا شمالا نادوا خلفهم في اتجاه مقابل لهم إلى التقى الإمام الحسين مع الحر. وإذا هذا الحر في الفارس، هذا رئيس قوات قائد عام لقوات مسلحة الفارس، إجاب صاروا بين يدي الإمام الحسين. لكن تدرون أول شيء أول طلب طلبوا ماذا؟ طلبوا لنا لعنك الله يا يزيد، لعنك الله يا يزيد. طلبوا الماء. وإذا بالإمام الحسين يأمر بأن يسقوهم الماء، بس لا أمر بأن تروى حتى خيول الإبل. بعضهم جاء ولا يجيد ولا يفهم ما قاله الإمام الحسين، يقول سقاني الإمام الحسين الماء بيده. الله أكبر يا حسين، حبيبي يا حسين، سيدي يا عطشان يا غريب كربلاء، سيدي هذا يوم تروي حتى خيولهم.
سقوه الماء؟ هل سقوه الماء؟ لا لا لا، هذا يوم سيدي حتى خلولي تروي، وكأني بك وقد حملت طفلك الماء، لذلك الطفل الصغير معه. نعم، على كل حال الإمام الحسين وكرمه وعطاؤه لا يقاس بشيء. المهم الإمام الحسين بعد ذلك التفت لما أن صار وقت الصلاة، التفت إلى الحر، قال له: أتصلي بمن معك؟ أم تصلي معنا؟ قال: لا، بل أصلي معك يا ابن رسول الله. إلى أن صلوا انتهوا من الصلاة التفت إليهم الإمام الحسين، قال لهم: ما جئناكم إلا بعد أن وصلتنا كتبكم ورسلكم، أن اقدم إلينا، لك ما لنا وعليك ما علينا، وإن كنتم لقدومنا كارهين فنحن لديارنا راجعين. المعنى، فقال الحر: أنا لم أكتب لك يا حسين، ولم أعرف أحد كتب لك. التفت الإمام الحسين إلى عقبة: أخرج خرجين المملوءين بتلك الرسائل. أخرجها، جعلت بين يدي الحر، قرأت عليه. قال: لا أعرف ولا واحدا من هؤلاء، وأنا أمرت بأن لا ألعك حتى أوصلك إلى الكوفة. قال الإمام الحسين: وأنا لا أتبعك. فصار الكلام بين الإمام الحسين وبين الحر إلى أن آل من الأمر. ماذا حدث بعد ذلك؟ بعد ذلك أن اتفق على أن يسلك الإمام الحسين طريق لا يوصله الكوفة ولا يرجعه المدينة. التفت الإمام إلى من معه: من فيكم يستدل الطريق؟ تقدم الترمح، قال: أنا سيدي. قال: تقدم. الله أكبر. أخذ ذلك الحادي يحمل، تقدم الراحل وأخذ يحمل: يا ناقتي لا تجزعي من زهري، وشمري قائلا له: ألم تقل لنا نسلك طريقا لا تردنا المدينة ولا توصلنا الكوفة؟ قال: بلى، ولكن وصلني كتاب وأنا لا أدعك. قال له الإمام: وأنا لا أدفعك. فصار الكلام بين الحر وبين الحسين، فكلما مال الإمام الحسين إلى جانب مال الحر ومن معه وعارضه، تسمى الغاضرية. قال: ما لها اسم غير هذا؟
شاطئ الفرات. قال أولها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى نينوى. قال أولها اسم غير هذا؟ فسكتوا. أعاد القول فقالوا تسمى كربلاء. قال كرب وبلاء خيموا بهذه العار. ها هنا تقتل الرجال، ها هنا تذبح الأطفال، ها هنا تسلب النساء، ها هنا يصعد الشمر على صدري ويهبر أولادي. بينما الصبط بأهله مجدا في المسير، وإذا الهاتف ينعاه ويدعو ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم تسير. ساعة إذ وقف البحر الذي تحت الحسين، فعلى صهوة ثاني فأبى أن يرحل. تقبل منا الأعمال، أصلح لنا في الدارين الأحوال بحق النبي محمد والآل. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم فرج عن المكروبين، فك قيد المأسورين، من بالشفاء والصحة والعافية على المرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم اشهد الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين. اللهم فرج عن جميع المرضى خصوصا من خصصناهم بالدعاء. اللهم شافهم بشفائك وداويهم بدوائك بحق النبي محمد وآله الطاهرين. وإلى موت المؤسسين والمستمعين ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة قبلها صلوات على محمد وآله الطاهرين.